شاد روحه. موضوع ثاني ينجم يكون الحقيقة طيب لتونس ما نعرفوش علاش، ولكن يوم أيام 30 وغرة فيفريل الفارت كنا شفنا أنه فما أخبار على بيع المستثمرين الأجانب للسندات التونسية، سندات الديون التونسية، وتسألنا شنية هالمشكلة هذية وعلاش نحن قاعدين معناها الأجانب هذوما قاعدين يبيعوا في السندات. اليوم فما أخبار آخر العكس كومبليتمون، صاير العكس، معناها اليوم فما نوع من الإقبال على السندات التونسية. باش نحاولوا نفهموا علاش هالإقبال هذايا اللي خلى انه السندات التونسية ترتفع، معناها فما إقبال عليهم، فما مستثمرين أجانب قاعدين يشريوا فيهم، وهذا يأكد كلامك وكلامك اللي تقول وانه الديفو دو بايمون معناها بعيد شوية. احنا معنا سي عبد القادر بودريغا استاذ المالية ورئيس حلقة الماليين التونسيين، باش نحاولوا نفهموا معاه هل العائد على السندات الذي يرتفع شنية الموضوع متاعه. سي عبد القادر معنا، مرحبا سنيس. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، مرحبا بك. شكرا لك، يعطيك الصحة. لو كان تفسر لنا هل العائد على السندات الذي ارتفع، هنا نشوفه في الجرافيك قدامنا، اش يحب يفسر؟ أنا ربما عندي ربما تفسير، لكن خليني نسمعك ومن بعد فما خبير زاد باش نخرجوه نزيدو نحكيه عليه شوية. هو نسب فقط توضيح، هو ماهوش العائد على السندات، هو السعر نتاع السندات في الاسواق الدولي. السعر تعرف ملي صار التخفيض نتاع موديز نهار 27 الاسبوع اللي فارت تقريبا ثم انخفاض في وصل الاقصى حد نتاعو في حدود 3% ولا 2.5% على مدى اسبوع. في وسط الاسبوع رجع شويه ومن بعد استقر في مستوى اللي هو كان يكون معقول بالنظر الى التخفيض، وقلنا نحن راه التخفيض ذا ما عندوش تاثير كبير. من بعد اللي صار نهار 30 نهار 3 صار انخفاض كبير تسمى ما حكيناش عليه برشا، اللي هو تقريب في حدود 5 و6% ما بين نهار 30 نهار 3، مع ما توجه الى البيع نتاع السند التونسي بصفه كبيره. البارح بدأ الرجوع يعني نتاع الأسعار إلى الارتفاع والإقبال على شراء سندات، واليوم كان الارتفاع ملحوظ على السندات الكل تقريب على 2023 2024 2025 2026 على بورصة فرانكفورت. وهذايا في تقديري السبب نتاعو هو تعرف صارت كنا نحن نسيو رياكسيون معناتها السوق عطى تفاعل اكبر من اللي يلزم، مرتبط ايضا ب ممكن اللي صار الاسبوع كامل في تونس والكلام حول الذهاب الى نادي باريس وعلى انه صحيح تونس باش تفلس، وصارت نوعا ما من اللخبطه في اخر الاسبوع اللي فات. اللي نهار 30 صار بطبيعه تعرف الناس هذوما السوق يقرع معناتها شنو اللي صاير في البلاد. هو باش نعملوا باراليل سامحني سي عبد القادر، عباره نحكيو على بورصه، البورصه ساعه لساعه تطلع ولا تهبط على اعتبار اخبار معينه معناها يسمعوها المستثمرين. فاذا لو كان اخبار طيبه يمشي ويشريوا الاسهم هذوكم ويطلع السوق، اذا لو كان اخبار خايبه يبداو يبيعوا. معناها يلزمنا جوست بور فير لو باراليل، معناها باش العباد تفهم مش معناها الاقبال معناها نتاع المستثمرين. لهنا نحكيو على المرشي الدولي، ولكن في تونس مثلا نحكيو على البورصه، الاسهم نتاع البورصه كي تبدا هذا هو. وكي نحكيه على تعثر يعني ديفو دو بايمون، تعثر في الخلاص، نحكيه على تعثر في خلاص السندات نتاعك، لانه تقنيا ما فماش تعثر في دين معناتها ثنائي ولا دين مع البنك الدولي، هذاك يقع في اطار معناتها مفاوضات وتصير نقاشات عليه وما يصيرش كما كان. التعثر يصير على مستوى السوق. خليني نذكر انه التخفيض نتاع موديز ماشي اللي تعمل السوق، موديز هي تعطي تقييم لنسبة المخاطر. أكثر منه من سنة 2008 من اللي صارت الأزمة نتاع 2008 ولاو هل الوكالات تاع التصنيف ولاو أنه تصرف حذر شوية، لأنه في 2008 ما شافوهاش جاي وقع الإلقاء اللوم عليهم على أساس أنه ما شافوهاش جاي، وأنه السوق سبقهم، أنه السوق تراجعت الأسعار مات على السوق قبل ما يقع التراجع والتخفيض من طرف الوكالات. من وقتها فيها جزء ايضا من اخلاء المسؤوليه، ما تقول لك انا اعلمت انا دوري نعلم السوق
الوضعيه نتاع بلاد ولا الوضعيه نتاع سندات في كل خط سندات. دونك هذاك علاش قلت انا كي خرجت الجمعه هذه في الاعلام وحتى الجمعه اللي فاتت قلت راه هذا التقييم ماهوش هو اللي باش ماهيش مدير اللي تقول راه فما تعثر ولا فماش تعثر. اللي يقول فما تعثر ولا فماش تعثر هو في نهايه الامر هو السوق. مش معناتها المخاطر نتاع التعثر نتاعنا ما زادتش، عندنا مخاطر تبقى في الوقت الحالي والبارح واليوم شنو اللي صار في السوق اللي لعبت اقبلت على الشراء ما فماش واحد يشري. خلينا نعطيك معلومه ربما سي عبد القادر بودريقه ما نعرفش مازالت فريشكه هذه مازالت كي خرجت اليوم صار مجلس وزاري في رئاسة الحكومة، أشرفت عليه السيدة رئيسة الحكومة، وتمت المصادقة على قانون على تنقيح على مرسوم تنقيح قانون المؤسسات العمومية 89 اللي هو مع الدعم ومع كتلة الأجور كان المطلب الأصلي لصندوق النقد الدولي باش يعطي هذا هو. مازال كي خرجت المعلومة هذه هل يكون ذلك استباق معنا ينجمه؟ ينجم يكون على خاطر تعرف العباد اللي على السوق هذوما ديما السوق إلى غيزون احنا نقولوا العباد اللي على السوق ماهيش تلعب راهو العباد اللي على السوق عندها المعلومات نتاعها عندها الاتصالات نتاعها مع الوكالات التصنيف عندها الاتصالات نتاعها مع الاعلام مع الخبراء مع المؤسسات الدوليه وتعرف شنو اللي صاير اذا كان السوق عطاه وخاطر فما حاجه اخرى انا ما حطيتهاش في في التصويره اللي حطيتها اليوم على الصفحه نتاعي هو 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 سبريد هو الفرق ما بين الكور داشا والكور دوفون. السبريد كان في حدود 6% بالنسبه للسبريد على الاوبليغاسيون التونسيه على السندات التونسيه سعر الشراء وسعر البيع. تعرف ديما في البورصه عندك سعر نتاع الشراء وسعر نتاع البيع. قلت البارح كان 7% السبريد هذا اليوم في اخر النهار وصل 2%. شو معناتها السبريد ينقص؟ معناتها حتى الانسيرتيتود على سند بيدو نقراوها بالانخفاض نتاع السبريد هذين. اليوم انا كنت قلت نهار ثلاثة مع ملاك انه اهم شيء هو القانون نتاع 89 لانه يعني هذايا داخل في اتفاق نتاع اكتوبر اللي هو باش يخلينا نقوي في لي شانس نتاعنا انه ناخذ اتفاق. وتعرف في التقرير نتاع موديس قالت اذا كان انتهت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مستعده باش نتعرف الافاق السلبيه الافاق مستقره وهذا يعتبر في الوقت الحالي تحسين ترتيب معلوم تحسين ترتيب. وبما انه انا السوق كما قلت لك لو مارشي اتوجور غيزون سي با لهم لي اجونس دو نوتاسيون حتى شيء. السوق هو اللي يقول باش فما تعثر ولا ما فماش تعثر. نحن نحكي مانيش نحكي راه قاعدين نقول مره اخرى نحب ديما نفكر راه مانيش قاعد نقول اللي الوضعيه نتاع تونس باهيه واللي مريحه لا لازمنا توا الوقت ان نقوم بالاصلاحات ونعجل وما نخافش نستنى حتى يصير تخطيط باش نمشي للقانون الرسمي هذا كنا نجمو نعملوه من شهر اكتوبر نوفمبر ما نخافش نستنى اما باش نخرج ونقول راه فما تعثر في 2023 ونفجعوا العباد ونزيدوا نعملوا انترنت في البلاد ماهوش صحيح. مش خاطر قاعد نقول فيه باش نطمن الناس ما هوش صحيح. قلت نهار ثلاثة اليوم إلا إيتي كونفيرمي باغ لو مارشي في فرانكفورت. واضح بعد تقرا إيجابيا بالنسبة لي أنا معلومة إيجابية مهمة جدا أنه على الأقل نطمن التونس على الوضعية نتاع التعثر هذا. مش معناتها الوضعية الاقتصادية نتاعنا باهية لازم برشا خدمة الإصلاحات الضرورية زي ما تعمل ما بقاش نستنى في صندوق النقد باش يقولوا شنو الإصلاحات اللي تعملها. احنا عرفوها الإصلاحات نتاعنا عندنا مدة نحكيو فيها وأنت تحكي فيها وبرشا من الناس كيف ما قاعدين يحكيوا على الموضوع هذا لازم الاصلاحات هذه يقع انجازها ويقع شروع فيها توا وما نبقاش نستنى. واضح. شكرا لك سي عبد القادر بودريقه استاذ الماليه ورئيس حلقه الماليين التونسيين. سي وليد بالحاج عمر واضحه الحكايه اليوم الوضعيه نتاعنا صعيبه لكن ايفو با اليرتي وينجم يكون زاد الخبير هذايا تم التنقيح تمت الموافقه المصادقه في مجلس وزاري اليوم على مرسوم المنقح لقانون 89/9 للمؤسسات العموميه وهذا ربما اللي يخلي رياكسيون تاع المرشي معناها كما كان يحكي سي عبد القادر بودريقه يقعد الطرح اليوم بين الاتحاد والحكومة لأنه الاتحاد لم يتم استدعائه للحديث حول هذا الموضوع والمؤسسات العمومية بالنسبة لي معناها خط أحمر بالنسبة لي لهنا. On va voir la réaction سي وليد بالحاج عمر. هو أعطى رأيه في القانون هذا وقال اللي هو مش موافق على القانون وما هوش مشارك فيه مش متفاوض مع الحكومة في الموضوع هذا. اللي شفناه على الأسواق ينجم يكون معناها
اون سور رياكسيون نتاع نتاع السوق على على موديز، ومن بعد معناها الامور ركحت شويه. دو توت لي فاسون هي رياكسيون نتاع نتاع السوق لحاله اللي هي ماهيش باهيه اليوم. لازم الناس كل تفهم اللي الكلام اللي قاله سي فريد بالحاج هو الكلام الصحيح، لازم ندخلوا في الاصلاحات، هذا هو الصحيح.